شباب سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ده هيكون سريع كده. احنا بس الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفرق ما بين الاوفرلودنج والاوفررايدنج. الفيديو ده هنتكلم عن كيبورد مهمه جدا اسمها السوبر. السوبر دي ما قابلتناش لحد دلوقتي في الجافا، بس هتقابلنا كتير جدا في الاندرويد ان شاء الله. عايزين نعرف السوبر اصلا يعني ايه. كلمه سوبر يعني ترجمة حرفية كده، هي حرفيا انت لما تحطها تحت اي كي وورد او اي ميثود او اي كونستراكتور بتقول لها انت سوبر، يعني انت اكبر حاجة موجودة هنا في الكلاس ده. بس هي حرفيا هي بتعمل ايه؟ هي معناها ان هي بتشاور للحاجة دي من الكلاس السوبر اللي هو البيرنت، اللي هو البيس كلاس، اللي هو اللي الناس كلها بتورث منه. هنعمل مثال عملي دلوقتي، هشوف الفرق بين ان انا انده على حاجة من الكلاس السوبر بتاعها وان انا انده على حاجه عادي من غير السوبر، وهنشوف الفرق ايه اللي هيحصل. هعمل بس يعني سريعا كده، هو الفيديو مش هياخد دقيقتين على بعض، لكن عايز اقول هعرف نفس الفاريبل، نفس هعرف فاريبل وليكن مثلا كلر، واديله لون مثلا، واعرف الفاريبل ده مرتين، مره في الكلاس السوبر اللي هو بيوزع على باقي الكلاسز اللي هي اللي هو البيرنت كلاس، ومره في كلاس تاني كان بيورث من السوبر. وننده على الكلاس ده او ننده على الفاريبل ده مرتين، مره نقول له هاته عادي ومره نقول له هاته هو سوبر، ونشوف الفرق ايه اللي هيحصل. تعالوا كده نقفل طبعا كل الكلام ده كله، كلوز اول كده، ونروح مثلا على الانيمال ده ولا حاجه، او اقول لك نعمل كلاس جديد ونسميه مثلا نيو كلاس مثلا ولا حاجه بالشكل ده. تعالى كده في النيو كلاس ويعرف variable، او اقول لك على حاجه، خلينا نعمل له ريفاكتور علشان نبقى بس ايه، النيمنج هيفرق معانا لو هو يعني قريب من التسميه. نخليه نيو بيرنت كلاس عشان ده اللي هيوزع على الباقي. حلو، عملنا له ريفاكتور وسميناه، عملنا له رينيم بس كده. هعرف variable از ان هو string مثلا واقول له color وانت بتيكوال مثلا لون ابيض بالشكل ده، انت لونك ابيض، ده variable اسمه color. تعالى نعمل بقى ايه، كلاس جديد ونسميه نيو تشايلد كلاس. حلو الكلام ده، عملنا تشايلد كلاس، هخليه اكستند من مين؟ من النيو بيرنت كلاس. يبقى هو كده ورث حرفيا اللي جوه البيرنت كلاس اللي هو ايه، اللي هو الوايت ده. طب تعالى ناخد الكلام ده كوبي هو ونعرفه تاني جوه النيو تشايلد كلاس، بس المره دي نقول له بلاك بالشكل ده. وتعالى نعمل ميثود كده ولا حاجه، ميثود نسميها بابليك مثلا void، ونقول له printing color، وجوه الميثود دي انا بطبع الفاريبل اللي اسمه color مره، ومره بطبع نفس الفاريبل بس من السوبر، بقى بقول له سوبر دوت color. هو المفروض ان هو الكلر هنا لما يطبع هيطبع ايه؟ هيطبع بلاك، لكن لما اقول له سوبر دوت color هيروح يشاور على السوبر. السوبر ده اللي هو فين؟ هيروح هنا، هيلاقي ده بيورث من الايه، من البيرنت كلاس، يروح البيرنت كلاس يلاقي في فاريبل اسمه كلر وجواه وايت فيطبع ده. طيب حتى الان كده طبعا احنا لو عملنا رد مش هيحصل حاجه، لازم اروح للمين بتاعتي ونشيل بقى المين دي كده. المين بتاعتي هخليها تكلم الشايلد، هاخد منه اوبجكت واقول له انده لي على الميثود اللي اسمها برنت كلر دي. فهروح هنا للنيو تشايلد ده وابدا ان انا اقول له ايكوال، او اقول له بقى ايه شايلد كده، child class equal new child. خلينا اعمل زوم كده، ايه الكاركتر اللي كتبت دي، هنقول له new child class كده، وابدا اقول للchild class بتاعي دوت هات لي ايه، هات لي ايه البرنتنج كلر زي الفل. دلوقتي لما هنقول الميثود دي فهيروح على child class اللي جاي من new child class ده، هيروح ايه مكلم الايه الكلر دي بالشكل ده، فنورت اهي بالشكل ده، هينفذ دي مره وهينفذ دي مره ونشوف اللي هيطلع ايه اللي هيحصل. نعمل رن كده وادي اللي حصل فعلا، ان الراجل طبع مره بلاك ومره وايت. البلاك اللي هنا دي جابها منين؟ جابها من فوق، جابها على طول من الايه، من الشايلد كلاس. التانيه دي لما طبع الكلر من السوبر، فراح طبع ايه؟ طبع وايت. ليه؟ لانه طبع السوبر اللي طبع البيرنت هنا اللي راح هناك لقاها فعلا ايه؟ وايت. يبقى هنا الكي وورد اللي اسمها سوبر دي لما احطها مع اي ميثود، مع اي كونستراكتور، مع اي فاريبل، معناه ان هو بيرن الحاجه دي او بينده على الحاجه دي من السوبر كلاس اللي هو البيرنت كلاس. احنا اتفقنا ان اصلا الكلاس اللي بيوزع على الباقي اللي اسمه بيرنت او سوبر او ايه؟ بيرنت او سوبر او البيز كلاس بتاعي. كلمة سوبر هتقابلنا كتير في الاندرويد ان شاء الله.
فلما تشوفها يعرف ان هو كان لما ينادى على الميثود دي ينده عليها من الايه البيرنت كلاس. مش هطول عليكم، شكرا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن كيورد تانية اسمها فاينل مهمة برضو. سلام.